بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أعزائي المشاهدين، الأصدقاء الأوفياء المخلصين، السيدات والسادة في مصرنا الحبيبة والوطن العربي وجميع دول العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وفكر جديد وملف جديد وأحلام وأمنيات سعيدة مع برنامج كلام سليم. هنفتح الملفات وهنسمع الصرخات وهنحاسب المقصرين من المسؤولين، وهنرجع حق المظلومين وهنطيح بالفاسدين. الملف اللي معانا النهاردة من أهم الملفات، يحتاج إليه الكبير والصغير. ملف التموين من أهم الملفات، واسمحوا لي أقدم ضيفي العزيز الكريم اللي منورني النهاردة في الاستوديو، عبد المنعم بيه، تشرفنا نورنا. رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، أهلا وسهلا يا فندم، شرفت حضرتك ومساء الخير عليكم سيادة على البرنامج وعلى السادة المشاهدين جميعا، بمصر كل بخير إن شاء الله. طبعا حضرتك زي ما أنت عارف أن ملف التموين من أهم الملفات، تمام، إن لم يكن أخطرها على وجه الإطلاق، وجميع الناس محتاجة لي، غني وفقير. فعاوزين نعرف دور قطاع التجارة الداخلية ووزارة التموين والرقابة، وإزاي نسيطر على السوق. اتفضل يا فندم. احنا عندنا وزارة التموين والتجارة الداخلية، حتى من اسمها بتبان ان هي اهم فيها قطاعين، قطاع الرقابة والتوزيع، وده بيهتم بالتوزيع والرقابة على السلع التموينية، وقطاع التجارة الداخلية اللي بهو من شأنه الاهتمام بالسوق المحلي من الأسواق اللي الموجودة، أي سلعة معروضة من السوق لازم بنتابعها طبقا للمواصفات القياسية المصرية، طرق العرض والتداول، طرق التخزين، طرق الإنتاج، ده كلها بتتابعها قطاع التجارة الداخلية. قطاع الرقابة والتوزيع طبعا بيقوم بالدور بالمرور والرقابة على المخابز والمستودعات وأنابيب البتوجاز ومحطات البنزين. أنت عارف إن وزارة التموين هي الوزارة المحورية اللي بتشيل أعباء جميع الوزارات، إذا لو حصل نقص في البترول يقول وزارة التموين، رغم ده بتكون وزارة الزراعة، إذا حدث نقص في السلع يقول وزارة التموين، ولكن وزارة التموين هي الوزارة المحورية. ولكن برضو بفضل ربنا عندنا معالي الوزير العالي المصلحي، يعني الراجل يعني محنك وراجل سياسي قديم وراجل يعني ذو خبرة عالية جدا، تمام، اللي بيقوم بصفة مستمرة باجتماعات متصلة مع المنتجين، مع المزارعين، مع المستوردين، بحيث انه يكون السلع موجودة في السوق، ودايما عندنا دراسة متوفرة، تمام، بصفة مستمرة على توافر السلع في السوق من حيث الرقابة او موجودها في السلع او اسعارها او الكلام ده كله في السوق. تمام. طيب عاوزين نعرف الى الان لا توجد تسعيرة للاسعار، ازاي نضبط السوق وانا اصلا ما عنديش تسعيره؟ تمام، بس عشان المشاهد المصري او المستهلك المصري يعرف ان ما فيش حاجه اسمها دلوقتي تسعير جبريه طبقا لاتفاقيه الجات واتفاقيه منظمه التجاره العالميه، ولا اقدر ان انا امنع ان السلعه اللي انا اصدرها قوي، ولا اقدر اجيب، لان انت ما ينفعش تروح تبني عماره في صحراء وعندك ارض وتزرعها وتقول انا مش هحتاج لاي حد، لا انت لازم هتحتاج والناس هتحتاج منك، يبقى هتصدر تيجي، دي عمليه التبادل التجاري. فانما التسعير ما فيش تسعيره جبريه، ولكن احنا علشان طب ازاي احاسب ال، ما انا اقول لحضرتك يا فندم، احنا جينا بعد الدراسات أضبط عملنا سعر استرشادي وما عجبش الناس في الكلام ده في فتره الوزير السابق الدكتور محمد ابو شادي، ولكن دلوقتي احنا معانا في ظل الوزير علي مصلحي والمهندس ايمن حسام رئيس قطاع التجاره مساعد وزير شؤون التجاره الداخليه، تمام، عملنا حاجه جميله جدا في 2017 هو قرار 330. تمام. قرار 330 ده بيلزم المصنع ومطلع السلعه بيلزمه بالفاتوره. تمام. الفاتوره بيبقى فيها حاجه كده في خانه اسمها سين ب ميم سعر البيع للمستهلك. تمام. يبقى انا بضبط من خلال ثلاث محاور، المحور الفاتوره، محور ان هو اعلن السعر على الرف او على السلعه، او السعر مدون على السلعه نفسها، يبقى عندي ثلاث حاجات بديها للمصنع ان هو بيعملها. انا دور المستهلك هنا لما بروح بيشتري سلعه بتاكد من السلعه دي موجود السعر عليها ولا لا. تمام. دور لو حصل ان السلعه دي موجوده بيع باذن التسعيره، ما هو اصلا ما يعرفش هي سعرها كام، فانا عشان النهارده المعلن بيحط السعر المعلن، فلازم يكون في سعر محطوط. ما انا بقول لحضرتك يعني زمان كنا بنشوف مثلا جميع المحلات مرتبطه جميع السلع،
النهارده بتسعيره. ايوه تفهم عشان كده ما كانش حد بيقدر يتلاعب. ما فيش حد بيقدر يتلاعب النهارده. واللي بيتلاعب النهارده بيتوقع عليه الجزاء وبيندم على انه تلاعب في يوم من الايام، لان ايه؟ هو بالمصنع بيطلع، المصنع ماس نفسه بيطلع سلعه للتاجر بيطلعها بفاتوره، فيها سعر التاجر وفيها سعر سين بي مين اللي هو سعر البيع المستهلك. تمام. سعر البيع المستهلك اللي هو في الفاتوره ده ملزم التاجر يحطه على السلعه ويحطه على الرف، يبقى انت داخل هتشوف السعر بتاعك على السلعه على كام. اسمح لي اخد مكالمه تليفونيه. استاذه صحر. ايوه اهلا وسهلا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا استاذه؟ تمام الحمد لله. هو كان في استفسار بس كنا عايزين نستفسر عنه. معاكي باشمهندس عبد المنعم رئيس الاداره المركزيه، اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا. كان في الاستفسار الاول بس اللي هو حذف الاسماء اللي بتتم في البطاقات. الحذف ده بيتم عشوائي ولا بصوره مدروسه؟ في حذف اسماء في البطاقات، حذف عشوائي. يعني ممكن واحد يجي يصرف يلاقي زوجته مش موجوده، ابنه مش موجود. يعني هو بيبقوا اربع افراد بقوا لهم نفسهم ثلاثه. طيب انا بس هل يا فندم الحذف بيتم عشوائي ولا بصوره مقصوده انها مدروسه؟ طيب في عندك حاجه ثانيه، سؤال ثاني ولا حاجه؟ الاستفسار الثاني بس، في عديد من الافراد في الوظائف لا تستحق الدعم. فهو انتوا بتقولوا الدعم لازم يروح للمستحقين. فهل العمليه صعبه ان الدعم يروح للي يستحقه من الناس اللي هي من الطبقات اللي تستحق الدعم من الدوله؟ طيب هنجاوب حضرتك. شكرا استاذه صحر سمير من القاهره. شكرا. انا طبعا في قطاع التجاره الداخليه وده قطاع التموين، ولكن برضه هنرد على لا لا احنا عاوزين نقول ان اي مسؤول في وزاره التموين هو مسؤول عن جميع الوزارات. مع الوزير قام بالملف تنقيط البطاقات والكلام ده والكلام اللي حصل في البطاقات. تمام. طبعا ده سياسه محطوطه بين حاجه اسمها العداله الاجتماعيه، مش وزاره التموين الوحيده بس، هي كذا وزاره. تمام. مشتركه في هذا الموضوع. تمام. ولكن لما هم عملوا دعم مصر وبدا كل المواطن قال للمعالي الوزير قال كده، المواطن اللي دخل بياناته على دعم مصر هو المسؤول عنها. تمام. عشان ما فيش اي موظف يقدر يتلاعب في اي حاجه عشان يمنع التلاعبات. تمام. ففي بعض الناس دخلت البطاقه غلط على دعم مصر، او دخلت رقمين تليفون، او في رقم تليفون ده كله ادى الى حضرتك. احنا بنتكلم في حذف عشوائي، يعني لا. واحد يلاقي ابنه مش موجود، يبقى ازاي هيبقى الرقم دخل غلط؟ ده فرض واحد بقى مش موجود ده يا فندم. هو اكيد فرض دخل فرضين. على دعم مصر وحصل منه اي مشكله في المشاكل، لان ده انت عارف نت ويعني تكنولوجيا حديثه وكده. ولكن لو حصل اي حاجه ده بيقدم طلب بتعديل للمكتب التمويني اللي هو تابع له، او يخش على دعم مصر. للاسف الشديد لما حتى بيقدم طلب بيدوخوه السبع دخات. لا يا فندم، ده ممكن يقعد بالشهر والاثنين والثلاثة. لا يا فندم، هو بيرجعش. مفيش النهارده مع الوزير عامل على دعم مصر بدل التالف وتعديل البيانات وبدل الفائد واللي عادش النهارده. تخيل حضرتك بدل التالف والفائد بتاخد اربع اشهر. طب ليه؟ لا يا فندم، لا يا فندم ما بتاخدش اربع اشهر. طب المواطن يعمل ايه بقى؟ روحه الوقت السلعة دي، روحه التموين بقى، روحه يعمل ايه؟ المواطن لو دخل بياناته على السيستم دعم مصر صح، تروح الانتاج الحربي. طبعا انا مش عايز اقول لك ان في انتاج حربي وفي الرقابه الاداريه وفي وزاره في النهارده مواطن ما يعرفش يدخل. ليه انتم يعني ليه الوزاره ما تخليش ذلك؟ كان بيحصل في تزاحم جامد جدا، وما هقول لك الخدمه ما بتتقداش بالطريقه المسؤوله، وبيعطل نفسه يوم واثنين ويجي يشتكي انه عطل نفسه اسبوع. ما انا بتكلم النهارده ما يلحقش الطابور. لا، النهارده اتاحت الخدمه لكل مواطن ان هو يخش على دعم مصر ويؤدي الخدمه اللي عاوزها، بس يدخل بياناته. يعني بتحصل مشاكل كده ان واحد يدخل تليفون مختلف، يدخل تليفونين، وكان في ناس بتعمل لها بطاقه واثنين وثلاثه. في عملية تنقية، والناس هتستفاد من الموضوع ده بأن الدعم يوصل مستحقاه صح، والدعم يكون في صورة صحيحة. والنهاردة المواطن مش عاوز أخش في ملف تاني اللي هو الخبز. المواطن النهاردة شايف النهاردة بيشعر بخبز، مواصلاته عاملة إزاي؟ كان الأول يروح يجيب عيش من الفرن بيسموه عيش سحلة، يروح يرميه للبط أو يستعمله في استخدام تاني. النهاردة المواطن بياكل الرغيف كامل، لأنه في مواصفات للرغيف النهاردة، في رقابة على المخابز. فالنهاردة وما زال برضك وما زال يا باشمهندس عبد المنعم الجمهور والمواطن بيشتكي من عاوز ياكل برضك رغيف عيش بمواصفات الوزاره، وزن وجوده. النهارده رغيف كان وزنه 110، كان صاحب المخبز بيطلعه 90. النهارده بقى 90، هيطلعه كام؟ ما انا بقول لحضرتك، كان المواطن الاول بياخد مثلا خمس رغيف او اللي بياخده بتاعهم بيرمي منهم واحد، يعني في الحد المعقول بياكل اثنين بيرمي ثلاث. النهارده المواطن بياخد الرغيف ذو جوده ومواصفات عاليه، والنهارده الحمد لله على الناس عندها ارضاء جامد من الخبز المنتج من ساعه ما عملناه، وفي رقابه. الفرن اللي بيتلاعب النهارده مع الوزير ما بيهزرش مع حد، بيعمل له غلط تماما وبيتم محاسبته على ده. اللي احنا عاوزين نقوله ان يعني المواطن يعمل ايه لما يلاقي الفرن مثلا مخالف وتحرر له محضر واثنين وثلاثه؟ ايه دور الوزاره هنا؟ النهارده يعني انا اعرف مخابز عندها بالمحضر والاثنين والثلاثه وما زال شغال مع الوزير النهارده، فلازم يكون في قرار
راضع صارم علشان خاطر يتعلم. الناس يعني معظم انت بتقول ان معظم الفرن بتشتكي ان معالي الوزير النهارده اي فرن بيتعمل له مخالفه ده بيبعت بيعمل ازاي حاجه زي فيش وتشبيه للمخبز على طول عن طريق مدير المديريه، المخبز دي عنده مخالفات ايه او كده بيقوم بغلق المخبز على طول فورا وتحويل الحصه لاقرب مكانته. ترجع المواطن يشتكي تاني من قله العيش ومن قله عدم الفران فيلعب عمليه صعبه. ولكن احنا النهارده لا، في رقابه، في عيش خبز بيطلع طبق المواصفات النهارده، الرغيف كله بيتاكل ما عادش بيترمي منه اي حاجه، فالمواطن مستفيد من الرغيف العيش النهارده بالجوده السليمه اللي احنا نتمنى. بس كان في سؤال يعني الشعب المصري كله عاوز يساله، ايه سبب يعني الوزن اللي قل من 110 ل 90؟ هو يعني عاوزين نعرف لا يعني بقالها لا التكلفه بقالها من فتره ما كانش يعني تكلفه الخبز والسولر والكلام ده بقالها فتره ما كانتش بقالها ما تعدلتش، فتم تعديل طبعا التكلفه ديت ودي بيستفاد منها. الحاجه الثانيه انت بتستفاد بالدقيق كامل دلوقتي، بتستفاد بالرغيف كامل دلوقتي، فده كله تحسين لجوده الرغيف ومن ما زال الرغيف برضك مش بمواصفات الوزاره عشان بس ايه عشان سيادتك تبقى عارف يعني هنقول ايه نسبه كام يعني هنقول احنا عندنا تحسين يفوق ال 80-90% يعني دلوقتي. انا مش عاوز النهارده اقول ان انا كنت باكل واحد ورم اربعه يبقى انت لما توكلني 3 ورم 2، لا انا عاوز الخمسه كلهم. لا النهارده المواطن بياكل الخمسه مفيش حاجه بتترمي من الرغيف حقيقي. طيب اسمح لي يعني. معانا مكالمه من الاقصر، استاذ محمد. سلام ورحمه الله وبركاته. انا عاوزك توطي بس التلفزيون شويه وتكلمنا من السماعه لو سمحت. اتفضل. سلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي اقتراح او صوت، يا ريت تستفيد من الصوت بتاعك مش واضح يا حاج محمد. يا حاج محمد يا حاج محمد لو سمحت وضح صوتك شويه. بقول لك فيها تكلفه للتمويل بالنسبه للسلع اللي احنا بنصرفها. تمام. يعني انت عاوز بدل السلع يبقى في خاطر يعني تاخدها برضك يعني نقدي بحيث انت تبقى المتصرف الوحيد تشتري السلع اللي انت عاوزها. تاجر التموين بتاعتك هتاخد معاه الرخص. نعم. تاجر التموين بياخد منه الرخص. تمام. مثلا بيقول لي في زيت كده لطيف او تذكره بيكون 22. تمام. شكرا يا حاج محمد. هيجاوبنا الباشمهندس عبد المنعم. هو بيقول لك ان ليه ما يكونش الدعم نقدي؟ لانه النهارده لما بيروح للبقال التمويني الزيت مثلا يبقى بره بيتباع ب 16 يديهوله ب 22، السكر مثلا على سبيل المثال ب 9 جنيه في التموين بره ب 7 الا ربع. طب ليه؟ هو يعني هو كل واحد من وجهه نظره. وايه المانع لما يكون الدعم نقدي؟ شوف حضرتك كل واحد بيقول من وجهه نظره ايه نعم، لكن لو انت في حاجات دراسات وبتتعامل على الموضوع ده كل حاجه لها مزايا وعيوبها، وفي دراسه شغاله دلوقتي برضه لو تلاقوا الدعم النقدي هيبقى احسن وافيد للمواطن هيبقى هيتم يعني انت النهارده عامل له مثلا اقتراحات، لو مثلا ما خدش خبز بياخد دقيق، ما خدش دقيق بياخد سلع، ايه المانع لما اروح ضيف كمان ياخد نقدي فلوس؟ المانع انت بتقول لحضرتك ده بيدرس من وجهه نظره حتى كمان والخوف يعني برضو اللي هو اللي هناك طبقه فوق هناك طبقه كمان ممكن تاخد الفلوس وما تجيبش مثلا العيله او كذا او ما توفرش تسلع اولادها، فانت بتبص من منظور واحد. لا 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 مش ولكن هناك دراسات تانية بتتعمل اكيد ما فيش مواطن هياخد الفلوس ومش هيشتري سلع طبقة. يعني في دراسات هو عاوز يوفر يعني في دراسات بتتعمل لازاي توصيل الدعم للطريقه الصحيحه، وطبعا لو نتلاقي الدعم النقدي هو الافيد مفيش الحكومه مش هتتوقف ثانيه لان الحكومه طيب يعني شغالين في الدراسات. طيب احنا بنضم صوتنا لصوتك وبنطالب معالي الوزير ان يكون الدعم للمواطن نقدي علشان خاطر يعني نتلاشى جشع التجار اللي هو البقال التمويني، احنا لسه ما دخلناش عند جشع التجار التانيين. طيب عاوزين نقول بقى دور التموين والفرق اللي بينه وبين حمايه المستهلك. هو احنا وزاره التموين والتجاره الداخليه قلت لحضرتك فيها قطاعين رقابه التوزيع ورقابه التجاره الداخليه، والنهارده بنشأ جاهزين جداد جدا اللي هو جهاز حمايه المستهلك اللي منشأ بالقانون 181 سنه 2016. تمام. وفي جهاز وفي الهيئه القوميه لسلامه الغذاء اللي هي المنوط بها بالرقابه على الاسواق النهارده على الغذاء. تمام. وهي توصيل الغذاء وتقوم بالمواصفات. حماية المستهلك بيقوم بحل الشكاوي او اذا كان شكوى من اي شركه او من اي مصنع او من الاجهزه الكهربائيه الادويه اللي هي السلع الغير غذائيه اللي بيقوم بحل الشكاوي والرقابه عليها.
تمام. بس هو لسه في مرحله تكوين، لان في عمليه هيكله في الوزارات وعمليه هيكله في بعض القطاعات. فوزاره جهاز حمايه المستهلك لسه النهارده في مرحله تكوين، يعتبر لسه في مرحله تكوين. زي الهيئه القوميه لسلامه الغذاء لسه في مرحله تكوين، اللي انشات بقرار بالقانون 1 سنه 2017 وصدرت اللائحه التنفيذيه بتاعتها. حتى انا بكلم حضرتك دلوقتي وفي تنسيق بيننا وبين هيئه سلامه الغذاء النهارده، في حملات مشتركه بيننا وبين لتبادل الخبرات والعمل على الرقابه في الاسواق. فكل جهاز له دور هنا. وزاره التموين بتقوم النهارده كقطاع التجاره الداخليه برقابه على الاسواق لحين يتم انتهاء من جهاز الهيئه القوميه لسلامه الغذاء، وتكون لها هي الدور الكلي على رقابه الاسواق. فطبعا دي عمليه انتقاليه، فلازم يكون الاثنين شغالين مع بعض عشان تبادل الخبرات والتنسيق التام بيننا وبين بعض. تمام. معانا الاستاذ محمود من سوهاج. الو، لو سمحت لو كنت عايز اشارك في البرنامج. اتفضل يا فندم، اتفضل. بالنسبه هو جوده الترافيك، يعني هو اقرب، هو غير 90 جرام. وطبعا بالنسبه للتموين والحاجات دي كلها، طبعا الحملات دي وكل حاجه، بس اصحاب المخابز ذمتهم بتبقى مش كويسه، وبيلعبوا في غبطه كتير، هو بيحطوا حاجات كثيره مخالفه وطبعا اي انسان بيعمل حاجه غلط يكون مظبط الدفاتر وبيظبط كذا حاجه، فاستحاله اي حمله او اي مثلا جهه رقابيه هتكشف الحاجات دي، اللي بيعمل حاجه غلط بيعملها صح عشان ما يتحاسبش. وثاني حاجه برضه زيت ورز بيبقى غبي جدا، زيت الرحمن ده يعني عندي زيت العربيه تروح تروح شغل، والرز ده بيبقى مكسر ويعني خساره في الفلوس اصلا، فلو جابوا زيت الله صح من كده يكون احسن. تمام، شكرا يا استاذ محمود. شكرا. جوده المنتج ما فيش اي جوده احنا شايفينها. طيب، شكرا، شكرا لحضرتك، شكرا. هنجاوب على سؤالك ان شاء الله. هو المواطن من سوهاج بالذات يعني بيشتكي، رغم ان احنا عندنا الشكوى من المخابز في سوهاج عكس ما هو بيقول تماما، لان الناس بتشتكي ان المعالي الوزير لسه قافل سوهاج مخابز، لسه مش عدم وجود الاشتراطات الصحيه او عدم وجود الخبز غير مطابق، او كان في المعاينات تم شيء معين في المعاينات مش هنتطرق لها. ولكن انا بقول له لا، المفتش التموين اللي نازل يراقب على المخبز عارف مواصفات الخبز بتاعته ايه، وعارف ايه اللي هو الفنيات اللي ممكن يتلاعب فيها صاحب المخبز. ولكن هناك بعض يعني بتحصل بعض، لو كل مواطن عرف ان هو مش مستهلك لكل مستهلك 100 سلعه ومنتج لسلعه واحده، ان بيجي بعد بعض الساده المفتشين يحصل يطلع الناس يقول والله احنا بناخد قدام الفرن، والمفتش هنا بيجيب المخالفه، والله ده الراجل طيب، ده احنا بناخد منه انه عيش كويس، ده احنا بناكل منه، ده اللي بيحصل في السوق. انما الرقابه مفتش داخل على المخبز عارف وزن الرغيف كام، عارف الاستداره بتاعته كام، عارف الرطوبه بكام، وعارف هيوزن ازاي، وهيعمل شيشنا على الخبز ازاي، وفاهم لان ده شغلته ومتدرب على القوانين وقرارات المنظمه لهذا الموضوع. فالمفتشين بتاعنا على قدر يعني من الخبره ان هو يقدر يجيب اي مخالفه عند اي مخبز او اي تاجر تموين. وبذلك افتتحنا النهارده مع الوزير فتح 4 مراحل من مشروع جمعيتي، موجود دلوقتي جمعيتي في كل حاجه بتنافس البدال التمويني. فاصبح لو ما عجبكش هذا او ده شوف جنبك، ما هتلاقي بعد 100 متر في جمعيتي مشروع جمعيتي هتجيب من التموين، ما لقيتش عند البقال ده بتروح ده، اذا تقدم الشكوى وهتلاقي تم الفحص، الشكوى بترد عليها مباشره. النهارده في مركز اعلامي عندنا في وزاره التموين بيرد على المواطن على طول. يبقى في رقم ساخن ليكم يتحط بحيث المواطن يقدر يتواصل معاكم ويكون في حد بيرد عليه، يتم الرد يعني عندنا، ما يكونش رقم معقول عشان ما حدش الاخباري شروع. وعندنا المكتب الاعلامي بيتم الرد على الشكاوى على طول، وبيتم الرد على المواطن في حاله الشكوى. معانا الاستاذ زكريا غالي من الجيزه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مرحب بحضرتك وبالضيف حضرتك العزيز الاستاذ عبد المنعم. اهلا وسهلا حضرتك. والله يعني احنا وزاره التموين مشكوره، عامله بطايق وبتصرف لكل واحد مثلا يعني ممكن لحد يومين مثلا زياده. تمام. وبعدين الانسان بعد كده بيواجه مشكله في نهايه الشهر. تمام. ان ما عندوش رصيد بالرغم ان هو ليه نقط. تمام. ليه نقط. معايا حضرتك؟ طب ليه هو ما يصرفش من النقط دي؟ السؤال واضح؟ تمام، واضح طبعا، واضح. تاني. يعني هو بيقول ان بيصرف يعني في بدايه الشهر مثلا بيصرف، ولو عدى يومين ثلاثه يجي بعد كده لا بيضيعوا عليه، يعني المفروض ان انا بقعد اصرف لغايه لما الشهر يخلص. لا هو بيصرف يا فندم، معالي الوزير عادي توجيه ان هو بيصرف يا فندم، بيصرف طول الشهر دلوقتي اللي ظرف في ظروف كورونا والظروف اللي احنا فيها، لا عادي مباح بيصرف. يشوف التاجر اللي بقال لك مين يا فندم واتصل بينا او تزعل من شغله تروح اقرب مكتب تموين. انا بيتكلم بالنسبه للخبز، لما بيروح الخبز ما بيصر يعني بيعدي عليه بقى، يعني مثلا ساب يومين ثلاثه لا خلاص راحوا عليه في الخبز.
يبدا بقى يلزمهم له نقط اجباري غصب عنه نقط. ونقط طبعا زي ما انت عارف طبعا يعني ازاي تبقى الوزاره مثلا بتحاسب يعني بتاع المخبز على 35 قرش ويجي بتاع البقال التمويني يحاسبني ب 10 قروش. لا ما هو يعني المفروض يبقى في نسبه وتناسب يعني نقط بياخدها اخر الشهر لو في حاله الخبز بالظبط. بس هو لو اتكلم على انه اي بياخدها بس سعرها برضه هو النهارده راجل احتياجاته مش مجزي. احتياجاته النهارده فعشان كده احنا عاوزين نخلي يبقى يعني المواطن يعني ياخد الدعم بتاعه نقدي. نقدي يا فندم قلت لك دي دراسه لسه شغاله ومعالي الوزير ده شغال يعني في دراسه شغاله. لو تلاقينا الدعم النقدي هيبقى مفيد ويؤدي الى الغرض الوصول له ده مش هنتوقف عليه ثانيه واحده. ومعالي الوزير يعني من النوع اللي هو مع المستهلك ومع المواطن لانه يعني مش عاوز اقول لك عايش مع المواطن يعني ساعه بساعه. طيب سؤال بقى يا فندم الناس اللي تم حذفهم من البطائق التموينيه ماشي على سبيل ان هم الناس اللي تستحق الدعم اللي هي الناس اللي اتحذفت وما تستحقش الدعم على الرغم ان في ناس تستحق الدعم واتحذفت عشوائي مش عشوائي يا فندم لكن هنقول هنعديها ممكن السيستم كان كذا او كذا مش اشكال احنا بس عاوزين نقول ان الوزاره كانت قالت ان الناس دي احنا بنحذفهم علشان خاطر يستفيد الشخص اللي يستحق الدعم يعني بدل ما كان بياخد 50 يبقى 100 يبقى 200 عشان يقدر يستفيد ولا الوزاره حذفت ناس من غير الجهه الثانيه ما تستفيد. لا فندم هو كلام بس بيبقى مغلوط مع بعض الناس. هو ما بيتمش حذف عشوائي لاي حاجه بدليل ان تلاقي واحد كان مسافر امتى بيتحذف واحد كان مسافر وما حذفش نفسه ده في التعليمات بتقول لو انت مسافر لو لا انا بكلمك الناس اللي اتحذفت اللي كان فندم بيقول عنده عربيه انا اقول لحضرتك هوضح لك الامور كلها ودي اولاده في مدارس خاصه وكده حضرتك ده مش قطاعي بس انا هرد برضه على قد ما يعني اللي ما عرفت بقطاع التموين اقول الناس اللي حذفت واحد مسافر وما راحش فصل نفسه قبل ما يسافر ويجي يلوم نفسه تاني ان هو ما رجعش البطاقه سليم واحد توفى وساب مثلا قاعد يصرف 5 6 شهور من غير النهارده على السيستم النهارده بيتم الحذف على طول انما اللي سافر وما حذفش نفسه هو ما يلومش الا نفسه بقى عاوزين عليك تقول لنا على الرقم الساخن بس عشان خاطر 16280 كم 16280 16280 ده الرقم الساخن علشان اي حد يلاقي اي مشكله يا فندم هنوضح لو واحد كان عنده عربيتين بيروح يبيع العربيه بتوكيل وما سجلها وما اتنقلش المكيف تلاقيه راح اشترى عربيه ثانيه بيبقى عنده سيارتين بيظهر على السيستم ان هو عنده سيارتين بتحذف اللي عند ما يجيب ورقه ان هو من المرور ان هو عنده سياره واحده بيتم وضع الورق ده للانتاج الحربي ويتم اعاده التموين له والخبز والتموين مباشره. واحد استهلاكه في الكهرباء كان كتير جاب ورقه من الكهرباء ان هو استهلاكه متواصل 12 شهر كذا بتروح الورقه للانتاج الحربي على طول تخش بتعدل على طول على الفور. طب يا فندم الراجل اللي جاب ده عربيه وجابها قسط يعني يتحذف ليه؟ ما هو بقى يعني ده يعني سيادتك المفروض يبقى فيه يعني لا يعني يا فندم النهارده اللي بيجيب عربيه وجاب ورقه ان هو شغالها في اوبر او في كريم الكلام ده بترجع تاني للشغل على السكن هو بيستخدمها في غرض ان هو دخل قومه او دخل له لاسرته فبيتم رجوع برضه البطاقه تاني. الوزير عندنا يعني متساهل في الامور ده قوي يعني مش يا ريت عاوزين الناس اللي اتحذفت بطريقه ما اي طريقه طالما الشخص يستحق الدعم خلاص يعني انا ما اقولش مثلا اللي اشترى عربيه مثلا بالتقسيط او عمل قرض من البنك عشان يحسن دخله او عشان غلو المواصلات اشيل عنه الدعم. الدعم يعني النهارده بقى روح المواطن يعمل ايه؟ هو الهدف الاساسي من وزاره الاتموني هو وعاوزين برضك معاليك نطالب ان يرجع رغيف الخبز تاني 110 النهارده باشا. يعني الوزاره وزاره غنيه وزاره التموين من اغنى الوزارات يا باشا. النهارده وزاره التموين هدفها الاول المواطن وان احنا كل شغلنا والشاغل شغل على المستهلك ازاي ياخد السلعه مدعمه ازاي توصل له سلعه بصوره سليمه وطابقه المواصفات ازاي توصل له السلعه بالسعر المناسب ازاي الماده توفر السلعه في الظرف للظروف اللي احنا فيها. وزاره التموين شغاله على محاور كتيره جدا جدا والله لا ولا وشغاله على مدار ال 24 ساعه يعني هي الوزاره الوحيده اللي بتشيل يعني الشغل الوزارات كلها. عاوزين برضك النهارده في جشع تجار جامد جدا في السوق في برضك بالنسبه بقى لبعض الجزارين والذبح خارج السلخانه وعاوزين الموضوع ده عاوزين التموين ينتشر ما ينفعش كده ما ينفعش. حضرتك جبت الخلط الذبح داخل السلخانه والكلام ده احنا لينا دور كوزاره تموين بس ما ينفعش الا دور الذبح داخل السلخانه مع الهيئه العامه للخدمات البطاريه. يا جماعه الهيئه العامه للخدمات البطاريه طبقا للقانون 53 لسنه 66 هي المنوط بها على الاشراف على المجازر والذبح في السلخانات. وقلت لك احنا في مرحله انتقاليه ان سلامه الغذاء خلاص هتستلم المجازر وهيتم تحويل الاطباق البيطريين الخاصين بالمجازر الصحه والمجازر الى هيئه سلامه الغذاء بس انت لازم تستحمل في المرحله
دي انت في مرحله بناء وفي مرحله هيكله وفي مرحله توحيد الصفوف مع بعضها وتنسيق الجهات مع بعضها. يعني الاول انا لسه جاي من اجتماع دلوقتي، كان الاول في يعني من هنقول من كام سنه ما كانش في خطط، ما كانش في وضع. النهارده الوزارات كلها بدا في تنسيق بينها وبين بعض كامل. النهارده المواطن المصري ما حسش باي ظروف السلعه يعني مش موجوده، ما فيش سلعه سعرها عيله في اليومين اللي فاتوا دول، ما فيش طلع ما قال سلعه مش موجوده في الاسواق. اللي بيقول جشع التجار النهارده في اسعار متضاربه، لا ما فيش اسعارك النهارده. شوف سعر البطاطس يا فندم، شوف سعر البطاطس النهارده في السوق كام، شوف سعر البصل كام، شوف سعر الخضار، شوف سعر اي سلعه، شوف سعر الفراخ النهارده. امتى هنرجع الرز تاني زي زمان ل 2 جنيه و3 جنيه؟ يعني انا عاوز اقول برضك في نقطه، عاوزين خاطر تجار اللي هم بيخزنوا السلعه علشان تزيد، انتوا دوركم فين؟ فين دور الرقابه؟ وانا اعرف ان انتوا برضك بتشتكوا يعني عشان يعني قله المفتشين، طب ليه ما تطلبوش ان في كوادر تانية للتعيين؟ هرد على حضرتك على نقطه بالنسبه للمفتشين، او عشان دي نواحي ماليه لسه الاتي وتقف في مرحله هيكله ما بين وزاره التموين وفي جزء حمايه المستهلك والهيئه القوميه لسلامه الغذاء، دول بيكونوا فبياخدوا مفتشين من هنا وفي مرحله انتقاليه. دي نمره واحد. نمره اتنين، انت تقول ليه سعر الرز ما وصلش 2 جنيه؟ احنا لما جينا الفراخ وصلت مثلا، هديك مثال بسيط، لما الفراخ علت السعر 30 و32 الرز النهارده بيتباع، ما انا اقول لصدق يا فندم جاي لسه ب 3 جنيه وبره بيتباع ب 8. لا يا فندم، لا النهارده، النهارده لما الفراخ سعر الفراخ وصل ل 30 جنيه قلنا الفراخ غالي، لما الفراخ نزلت ل 22 وطلعت من المزرعه ب 17 اصحاب المجازر واعضاء مجلس الشعب بعتوا لنا طلب احاطه، فانت النهارده لو نزل السعر بتعمل طلب احاطه وبتعمل مشاكل، لو عل السعر بتعمل مشاكل. فلازم النهارده انا بدرس المدى التكلفه بتاع الانتاج قد ايه، والمحصول نازل في السوق ايه، وهامش الربح قد ايه. انا اللي عاوز ادرسه المواطن احتياجاته قد ازاي. النهارده سعر الرز معلش بقى له، ده الرز دخله ايه عشان السلعه تزيد عليه؟ في زياده يا فندم في الرز؟ مين اللي يقول لي هات لي اي واحد يقول لي في انا زيادة بتكلم في الرز على ولا في الرز؟ لا الرز سعره عادل جدا، والرز النهارده ما زادش ولا اي حاجه، وانتاجك من الرز السنه دي بالذات وفير وعندك فائض النهارده. ده احنا بالعكس مش راضيين نصدر رز عشان المواطن المصري الداخلي، عشان السعر ما لاش، لانك بتصدر ميه، فاحنا بنحافظ على الاعلى المخزون السلع بتاعنا اول حاجه من اجل المواطن المصري اولا، ما بنصرفش في اي سلعه للتصدير. بالنسبه بقى للكوادر الجديده، امتى الوزاره هتعين؟ عشان انتوا بتشتكوا ما عندناش مفتشين، امتى هتعينوا تاني كوادر جديده؟ بص يا فندم، انت قلت وزاره التموين، انا عندي جزء بيفتش على التجاره، لان جميع الوزارات بتشتكي يقول لك عندي عجز. مش كل مش على وزاره التموين بس، ده كله على مجال. انت وزاره التموين عندك جزء بيراقب على البنزيمه والمواد البتروليه، عندك جزء بيراقب على الصوامع، وجزء بيراقب على المطاحن، وجزء بيراقب على المخابز، وجزء بيراقب على التجاره الداخليه على الاسواق، وعندنا جزء بيتابع المواصفات، وجزء بيتابع التنبؤات والكوارث، وجزء بيتابع الازمات، وجزء بيتابع يعني الدراسات مخزون السلع قد ايه، هيقضينا قد ايه في كام شهر، امتى صدر امتى توقف. الدراسات شغاله وشغل على قدم وساق في وزاره التموين، لان احنا البلد الوحيده اللي واقفه على رجلها في ظل جائحه كورونا، والسلع متوفره والاسعار في متناول الجميع، واقولها واقررها واقولها في كل حته، البلد الوحيده اللي امنه غذائيا واسعارها جميله جدا ومتناسبه للمستهلك هي مصر في ظل الظروف اللي بتمر بها البلاد كلها. عموما انا عاوز اقول لك ان الملف كبير جدا لا يسعه لحلقه ولا اثنين ولا عشرة. في نهايه الفقره انا بشكر ضيفي العزيز المهندس عبد المنعم خليل احمد، رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، شرفتنا نورتنا. سادة المشاهدين انتظروني، والفقرة القادمة فقرة المواهب، عاوزين برضك نشجع أبنائنا اللي عنده موهبة في الشعر، في الغناء، في أي حاجة، في الخطابة، ودي أهم حاجة. إن شاء الله هنكون موجودين معاكم، انتظرونا.